خلونا نروح بقى لجوائز الدولة لعام 2020 في مؤتمر صحفي بأكاديمية البحث العلمي بحضور وزير التعليم العالي. تم الإعلان عن الفائزين بجوائز الدولة لعام 2020. خلينا نشوف جزء من هذا الفيديو. عقد مؤتمر صحفي بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في الدورة 177 لمجلس الأكاديمية للإعلان عن أسماء الفائزين بجوائز الدولة العام 2020 بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا. الاجتماع الخاص النهاردة من مجلس الأكاديمية كان للنظر في منح جوائز النيل وجوائز الدولة التقديرية والتفوق والتشجيعية في العلوم والعلوم التكنولوجية المتقدمة لعام 2020. من خلال الهيئة الأكاديمية ولجانها المختلفة المعنية بالجوائز، التقديم للترشح بيتقابل مع كثير من الباحثين على مستوى الجمهورية وطبعا من الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة والمراكز البحثية. فبالتالي المهمة للجان العليا لفرز كل المتقدمين بتبقى صعبة جدا علشان نقدر نحن نطمئن إن الجائزة تصل بالفعل إلى أكفأ المستحقين، بالإضافة طبعاً للنظر في توصيات لجان جوائز الدولة للتفوق وجوائز الدولة التشجيعية. إجمالي قيمة الجوائز زي ما قلنا السنة دي حوالي 7,500,000 جنيه نقداً وميداليات، ومنحت جوائز الرواد لعدد 4 فائزين بمبلغ 400,000 جنيه، وأيضاً جوائز المرأة التقديرية والتشجيعية لعدد 8 فائزات بقيمة 320,000 جنيه، وجوائز لشباب الباحثين الأفارقة كعادة الأكاديمية ل2 فائزين بقيمة 30,000 دولار أو ما يعادلها بالجامعات بالعملة المحلية. تتنوع جوائز الدولة من النيل للتقديرية والتفوق والتشجيعية والمرأة والرواد وشباب الباحثين الأفارقة لعام 2020، وقد بلغ العدد الإجمالي للجوائز 76 جائزة بإجمالي 7,700,000 جنيه. اليوم هو إعلان جوائز الدولة لعام 2020. اليوم تنافس أكثر من 490 متقدم ومرشح من كل الجامعات والمراكز والمعاهد البحثية المصرية للحصول على جوائز الدولة. اليوم الدولة بتوجه رسالة لمجتمع البحث العلمي أننا دولة علم، بنجل العلم والعلماء وبنقدر عطائهم ودورهم وإثاماتهم في بناء الإنسان من خلال التعليم وفي بناء الوطن من خلال البحث العلمي وتطبيق مخرجات البحث العلمي. المعيار الوحيد اللي بنقيم عليه جوائز الدولة هو الإنتاج العلمي وفقط، وبيخضع لتقييم بواسطة لجنة علمية متخصصة. يمكن السنة دي كان عندنا 21 لجنة علمية متخصصة، في عضويتها 140 أستاذ وعالم من الجامعات والمراكز والمعاهد البحثية المصرية، اشتغلوا في ما يقرب من 68 اجتماع، 200 ساعة عمل، يعني مجهود جبار عشان تفحصي وتقيمي ملفات 490 وكل واحد ياخد حقه. هذا الحدث يعتبر من أبرز الأحداث العلمية المهمة في مصر، والذي ينتظر جميع العلماء وشباب الباحثين في مصر وأفريقيا، وهو بمثابة تكريم من الدولة وتقدير منها لجهود العلماء في الارتقاء بالوطن. كريستينا مجدي، مساء الخير، ميسات.